خويا يعطونا الزلة خلينا نشيخو فيريوسنا ونبعدوكم خويا، أكثر لي أقل لي صح خويا. نحنا شعب تاع الزلة وبوسيسي بريقلك ياك. ساعات حيت الكل في الزلة مثلا أنت تقعد شيخ حيت كل الروح هذيك كيف هذيك واحد كي باش كيف مش يعمل مشاكل راه زيس كالم شي كلمي كا وشيخ وشيخ وبوستك أكثر لي أقل لي خويا سايبونا الزلة يرحم والديك. وحياتك باش تمشي معناها تمشي كان بالذات لحياتك تخدم تعمل شيء تعاد سينا ديما وانت تكيف هذيك هي عيشتك. ليه عاد ماني نخدم ونتكيف و كلش ماشي هذيك هي اخوي قانون سايبونا الزلة يرحم والديكم يا البشبوه سايبنا صح يرحم والديك. ما عندكش اثر زعما خايبه هيتي ما زلت لا مع طول الوقت حتى اثر يا اخي باش تعمل الزهايمر الزهايمر من قبل المرض ما سبحان ربي المرض بيد ربي مش بيد العباد فهمت ولا لا والزلة للشعب الكل خويا انا واحد من الناس نستاهلك وشر تونس كلها تستهلك راه وقاعدين يحاتموا في الشعبيه بتشدوا بجونتها وكعبه ورق ساعات تشدك بفيتك وذنيك يعديك بعام ما تجيش عبيد قاعده تقرا في الباكر يتحتمتوها حبيت تحب تعمل مثلا تدخل مثلا عنده بروجي في راسه مثلا الباك تكسر وانت باش يمشي للزتله ما تجيش معنا خويا سايبونا خويا الزتله وخل عبيد شيخ على رواح اكثر ليه قال ليه وبرا ربي يعاونك صح سايبونا كيف انا رايي سايبوها خير على خاطر برشا مشاو ضحايا حرام مشاو العباد الحبس هكاكا تلوج على العباد اللي مدخلتها مش تلوج على الكيفو فيها شكون اللي مدخلها الزطلة هاي ما مدخلتها الدولة هم برانسيب تسيبها الدولة علاش هم ما خلوها هاي في المغرب موجودة هاي في العالم الكل موجود علاش ما احنا تشدوها انتم وتعملوا له زريقة وتجبد له في دمه وتقولوا هاكم انا معديك اون برانسيب او بيعوا فيها هنا في اي بقعة يبيعوا فيها شنو المشكلة هنا باش مش تصير يا ولدي مروج مدخلني فيه انا والمروج طبع المروج طبع الواحد تلميذ جاي يتكيف ولا مواطن الناس كلها قاعدة تكيف اي بشر قاعد يتكيف راه ما نقولوش اي بشر ما فوق 70% انك عم تكيف شنو معناها انا نجي هاك كيفت يا ولدي خليه يتكيف هاو الحرابش موجودة هاو كذا هاي في المغرب موجود علاش مش في تونس علاش ما يسيبوهاش شنو المشكلة هي باش يسيبوها مادام سيبوه الشراب خليه يسيبوها هي شنو المشكلة ما فما حتى إشكالية راه الإنسان اللي حب يغلطو ينجم يغلطو شراب ينجم تغلطو زطلة أنت كي تحب تقطع كدولة هي اقطعها كل شيء علاش أنت تخلي في الزطلة ونسيب رغوف الشراب خلي الناس كلها كهو في العالم الكل موجود يا اخي في تونس بركه اكثر عقوبه في تونس واكبر سجون في تونس واكبر العباد اللي يدخل فيها لتونس واكبر العباد اللي يدخلوا فيها الحبس يزيد ويخرج على سيجاره ولا يخرج مجرم يخرجوه مجرم راه يا اخي انت تدخل واحد عمره 18 سنه اخذ كيف سيجاره دخلت هو عمرك 18 سنة ولا 17 سنة كيفاش تحبوا يخرج يا اخي انت باش دخلوا الكتابة ممكن باش دخلوا الحبس باش دخلوا مع جرام باش دخلوا مع كذاب باش دخلوا الامور اخرى يخرج مجرم انسان يولي يكون بروفيسيونيل يولي البروفيسيونيل يولي كيفاش يخرج يخرج من الحبس يكون صغير يخرج من بروفيسيونيل يولي معقول ولا مش معقول سايبه خلي الناس كل يا تقطع كل شيء هذا كان معقول اما تجي انت ترى انه نجم يكون الحل ذيك عمره ما كان حل وما عادش باش تولي حل يا تسيب يا باش تسكر كان باش تسكر باش تحط الناس كل في الحبس شكون اللي دخلها سياسه ديوانا كل شيء مصيبت جيتنا نحن واللي تدخلوا ما ندخلوهم السياسه كلها ايش السياسيين كيف اللي يخطب لك يتكيف اللي يحكي معاك يتكيف تجي انت طول العباد اللي متعدي في الناس كلها تتكيف ما نحطوش بقى نحطوش قداش عندنا 12 مليون فما سبعة بلين كيف معقول معناها تولي تبيع معناها في فرماسي ولا في معناها في أي بلاصة معقولة على الآخر معناها عادية
قال لك باش نحاولوا نقصوا من استهلاك المخدرات اللي نجم تكون اخطر كيما الهيروين. تراه انت حل لي انت كانت نحيه من تونس تو الشعب يدخل فيها ستيريام زمره والله علاش هيك 90% 100% من الشعب التونسي يستهلك في الزطل. خلي عاد تو تنحيه تعاود تطير ثوره مره اخرى. ايش رايك؟ ما ترش انه الاستهلاك الزطل نجم يؤدي للجرائم؟ يعني هي تدخل الانسان في حاله من مش عاديه، في حاله مش طبيعيه يبدا الانسان هكاك. عادة واحد مش يستهلك الزطل يولي يقار مشاكل الحرابش وقتها تعمل حكايات كيما هذايا. اما الزطل عندي انا عاديه معناها شيخ تراس عاديه على الاخر معناها نجم تكون حل عادي. نجم تكون حل. معناها الشيخ تراس فسر عارف كيفاش نفسر هي لك شيخة تكلمي برشا فازيت فيه نبدا واعي ولا ماك شويه كتب تتكيف؟ عندي انا نتكيف نبدا واعي صحيح مش معناها نقولوا معناها باش ندخل معناها في كيما نقولوا غيبوبه ولا حاجه. ليه عادي عادي نجم تضر بالصحه معناها مع طول الوقت علاش عندي انا اثر جانبيه اكيد. اي صحيح تي تعمل حتى برشا فازيت اما عندي انا عاديه معناها ما عاديه. كان القانون باش يعملوه على اساس منوال كيما مثال كندا امستردام هولندا بصفه عام معقوله كيك خاطر تولي حاجه منوال ناجح هما فورسيمون هولندا معناها عادي يستهلكوا ما فماش حبوسات معناها تنحاو الحبوسات. نعم فماش حبوسات خاطر هما وصلوا للنتيجه هذيك على خاطر تعداو بال كما نقولوا البروسيس الصحيح. احنا في تونس تصور معناتها تحب مازلنا على مراحل بعاد عليهم شويه. ما كان هذايا معناتها القانون هذايا باش يعملوه على المنوال تاع البلدان المتقدمه هذوكم اللي نجحوا علاش ليه معناتها نجربوا احنا ما نخسروش شيء. كان جربنا وحاجه نجحت بما انه الوسائل اللي عملوها الكل الحبس والردع الكل ما عطاهاش شيء بالعكس زاد قوى في الاستهلاك وقوى في الانحراف وقوى في برشا حاجات معناتها العبوسات زاد تعبات فرغت معناتها مش حل. أنا في رأيي يعملوها وبسرعة معناتها فهمت وكهو بطريقة علمية وبطريقة نفرلها. أنت كيفاش يعملوها بسرعة؟ شنو تراهي نجم يكون ناجح في الحالة هذه؟ يعني شنو نجم يتبدل في تونس ولا شنو الحاجات نجم تتحسن كي يولي القانون هذا يعني موجود؟ والله شنو تنجم تحسن ساعة الترويج يقضيوا عليه هذه ديجا ربحوا حاجة آنية معناتها هذي أعطاه مفعوله بطريقة باهية بالنسبه للترويج. بالنسبه للاستهلاك يولي حتى اللي يعرفها موجوده كلها فذيك ما عادش فهمت وباش يعملوها نتصورها تبدا غاليه معناتها كان اللي مدمن ولا حاجه باش يمشي اوبليجي باش يستهلك ولا حاجه وكاو تولي حتى كميه الاستهلاك تولي ما محدده تولي حتى عباره كيلكيور يعمل يعني يخرج منها كل مدمن واحد يولي ما عادش لا يلوج عليها الشيء بطريقه بشويه بشويه معناتها فهمت كي تنحي الترويج وتنحي الواحد تقضي على كل الاقتصاد والفلوس المهربه والتهريب والديوانه تتلهافي تشد السلعه تطلع في الاقتصاد الموازي مش لهيت لي وتشد لي فلان وفلتين جايب لي معها مخدرات وحكايات فارغه فهمت مثلا معناتها الزطله كي يبدا واحد يستهلك فيه نجم زاد يزيد من نسبه الاجرام باش يبدا في حاله اكيد عندها تاثيرات اخرى معناها الزطله يبدا انسان مش في وعيه نجم اكيد هذيك تزيد في نسبه الاجرام ولا متفاهمين اما هما باش يعملوا قلت لك بالطريقه على المنوال البلدان الناجحه واللي ثم هما باش يعملوا يعني يعطيو كميه وباش يمشيو في بلاصه معينه مش باش يجي في عطار يبيعوها ولا تحب تاخذ كيلو وتاخذ فما كل معناتها كل واحد عنده معناتها ولي باش يستهلك سي هو باش بدن الانسان عنده حد في كميه الاستهلاك باش يجي في وقت ويوقف لا بالعكس الاجرام لا شيء هي دوخوا وتخدروا وترقدوا ما عادش لا عنده جهد ولا واحد الاجرام لا حد شيء حسب رايي ما تفهمت تنقص ما حاجه باهي نتصور ما دام نجحت عليها بلدان فما امثله معناتها قايمه وحيه دونك علاش لا تنجم تنجح في تونس؟ والله تنجم تنجح ولا ما تنجحش كان يعملوها بالطريقه الصحيحه فورسيمون باش تنجح تصور تنجح خاطر هي توا باش تنحي كيما نقولوا باش تقضي على الترويج دو ان دونك باش تنجح من ناحيه ومن بالنسبه للاستهلاك ينجح على خاطر العباد ما عادش بتولي ملهوفه ما عادش بتولي تشري باش تبدا هي موجوده فهمت عباره كحول فهمت دونك فورسيمون تبدا محلوله للناس الكل دونك حتى اللي باش يمشي فما بلاصه معينه فما كميه معينه هذا ما يكونش حل الجمله
خاطر الحاجه هذه هيفة، والانسان كان يمشي يتبعها باش يولي صغيرات باش يتبعوا ثنية هذه ما عادش يخموا في قرايتهم جمله. وهاك تشوف معناتها تو اول حاجه ضربت هي التعليم، السرطان الكبير تاع التعليم هذاك اللي يخوف، وقاعدين نداوي وبشوي بشوي باش ترجع العباد تقرا وتحب القرايه، نزيد نحن نكرهوها فيها باش نتبعوا المغرب. المغرب هكا اولادهم معناتها النوم والماكله، معناتها على الاقل حاشاك الهيش نجم نستنفعوا منها، عندها عندنا حاجه باش نستنفعوا منها، وبشر باش نستنفعوا منه كنا احنا نرقدوه ليل ونهار باش الكبار يعيشوا فيها ويعملوا شو يحبوا هما، مش معقول هذا. ولذلك ماذا بين الولاد يقرا، والحاجه هذيك صحيح انا يجربها ويبعد عليها، جوست هو حب التلاعب باش يعرف يكذب عليك. ناس كلها تبعتها وناس كلها جربتها، فما اللي حصل فيها وفما اللي بعد وفما اللي رجع مخه وعمل بروار مع مخه، عرف الحكايه مش هي، خاطر الحاجه تضيع على برشا حاجات، تضيع على مستقبله، على قرايته، على برشا حاجات، ويسرق حتى يسرق دارهم، يتفتف امه ويتفتف ابوه باش يمشي يجيب الحاجه هذيك، وبشوي بشوي تقتل الخلايا تاع الدماغ، يولي ينسى، ومشنو يحبوا؟ ما يحبوك ديما ضايع ديما هامل ديما فاسد، وما يهمهمش فيك، يهم كما قال ربي ما يرضاو عليك الصهاينه واليهود ما تبع ملتهم، هما شنو يحب؟ يحبون يغرقونا في الفساد. يزينا يزينا من الفساد، انا ماذا بينا نفيقوا لو ما فقنا ربي كل يوم يصب لنا في المطر وعباد تبل باش تفيق وخيرات هابط علينا وتو ما فيقوا يز زطالي وحرابش وماش الحبوسات زعام كانوا يبنيو في الحبوسات فوضي يبنيو مستشفيات باش يداويو الناس هذوما اللي معناتها دخلوا في هستيريا كبيره يداويوهم هذوما باش غدوه ينجم يرجع للحياه ويحب بلاده ويحب الناس. شنو يربحوا كي هو يتكيف باش يشيخ هاي ومن بعد هاك شيخ وغدو ما باش بشوي بشوي ولا يتفتف وصل التفتيف سي تحط ان شاء الله ربي يبقط علينا الستر ان شاء الله ربي يهديهم. وماذا به قانون دائما على دوله اسلاميه وربي ما ذكرهاش ذكر اي حاجه تخرج من العقل ماذا به ربي محرمها ماذا به يبعد ماك جربت وشفت يبعد يزيد باش يزيد وتولي حرابش ودنيا اخرى. انا نعاني وتو في الشيء هذا نزيد نعاني يزيدنا من المعاناه. هذا ما الشيء هذا ماذا بيه نحيوا الحكايه هذيا وقطوس وتخبى القطوس يتخبى والفار يبدا جاي ما يجيش هكا هذا تبيع له وبعده يبدا يصطاد فيه وبعد يشده. تبعت له باش من بعد تشده وحتى يعمل فرماسيا شدوا باش تولي حاجه يعني بالعكس القانون تولي مش ممنوعه راه مش معناها باش يشد ما حاشناش انت قلت مش ممنوع هو كي باش يسري يزطل ما بتبيع باش يولي يشرب وشرب باش يولي يحارب باش يعملهم ثلاثه حاجات. ما قالت المراه قالت يا وليدي يا اخي تشرب قال لا يا امي قالت يا وليدي يا اخي تزنى قال لا يا امي قالت يا وليدي يا اخي تتكيف قال لا يا امي قالت كي بساعدك ما لاباش راجل معناتها ما يعملهم هذا كل باش يولي راجل. راجل راهو في شخصيته وفي طبيعته بفلوسه يبي يخدم على روحه بشهريته نهار 24 يمشي يجبد شهريته هذاك الراجل اللي يخدم على روحه شنو لازم يعمل فساد باش يولي راجل. ما قلتلكش ليه تبع عرفتها يز عرفت البلاصه هذيك باش تهزك المالك يز هاك جربت الناس كلها جربت يكذب عليك كلها جربت كلها جربت حتى انا جربت ومن بعد عرفت حكايه فيها فما اللي يحصل فيها وفما اللي يهز ساق ويقلب. شنو هي باش نكتبوا على بعضنا 20 سنه جربتها وحتى 22 وصلت ومن بعد جيت نحسب فيها رجعت قلت خويا ثنيه هذه باش تهزني المال باش نتعب روح نتعب عائلتي معاي ومش ما يخذ علي فكره خايب شبيه هذاك كيف هزتها ما تقعدش بعديها توا ولت العباد نحن لتو زرعنا فيها بن علي زرعنا الخوف هذا كي كنا قبل صغار ندوروا تلقانا في دياره ونبدو خايفين فوق السطح نبدو نطلع دي اس يطلش علينا توا باش تولي الشيء مسيب وعيناني ما كان مسيبت اللعب سيء تولي المراه تكيف في الشارع تشعل وتشعل دم شديته وتباوخ وهكا يكملوا عاد نحونا الجوامع ونحونا النذال من التلفزه وهم هذاك شو يحبهم قاعدين يبنيوا السهاينه ال 20 30 سنه القدام حدك بها ولذلك ما نعطيهمش الفرصه نفيقوا على روانا نخدموا بلادنا وكما قال بورقيبه كانت خربت البلاد بولادها وكانت نجحت بولادها خريهم خويا نتلاو بالتعليم وقروا الذري حتى اللي ما يعرفش يقرا نحاولوا نعملوا تكوين خرجوها في الحابس كانت العباد يعلموها في الصنايع وخرجت بصناعتها عباد بصناعتها بالصنعه نتاعها وعرسوا وعملوا الاعاقه في المخ راه مش في البدن الانسان كي يصلح مخه راه كل شيء يمشي ربي اعطانا مخ
باش نعرفوا كيفاش نحلوا الحرام ونحلوا الحلال. هما يحب ديما في الحرام وديما شيخين، حتى اللي فاهم ويقري في التلفزة ينحوه، التربية الإسلامية نحوها من المدرسة. الحاجة اللي باش توريك على دينك وتفهمك لا نح، خليه ديما مصدق، خليه حشاك ديما ما يعرف شيء، ما يجيش هكا. عندنا دولة إسلامية، عندنا تاريخ، فما أمريكا ما عندهاش تاريخ اللي عندنا نحن، نحن كارتاج راه. لا تزاير عندها احترامات الدول بحذانا، نحن عز دولة راه في الأفريق، عندنا كارتاج وعليسة وحنا بعد وحنا بعد، فما برشا ناس تجبد حنا بعد ما عرفتش، حنا بعد آخر أنفاسه في تحت جبل الرصاص، كملهم غادي وطاح في جبل الرصاص توفى غاد. هكا جبل الرصاص اللي الناس ما تعرفش قيمته، هذاك يغزروا له هذاك جبل الرصاص وهذاك جبل حمام الألف وهكا، ما إن شاء الله ربي يهدي وربي وقتها نصفته.